مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برنامج حلقة جديدة من برنامج أنا والطبيب. عفوا، هنرحب الأول بزميلي دكتور محمود. مساء الخير يا دكتور. مساء النور دكتور منى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، وهنرحب بضيفتنا الجميلة العزيزة على قلبي دكتور هبة. شكرا شكرا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا والطبيب. معانا النهاردة موضوع غاية في الأهمية، هيكلمنا عنه ضيف مميز جدا، موضوع يمس كل بيت عنده أطفال، سواء بقى هم متأكدين من المشكلة عندهم ولا مش متأكدين وعايزين يتأكدوا من متخصصين. موضوع النهاردة هو موضوع تأخر اللغة عند الأطفال، هتكلمنا عنه الدكتورة هبة الهنداوي، أخصائي التخاطب وصاحب أكاديمية بداية للتأهيل والتدريب. دكتورة هبة أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة هبة. يعني إيه التأخر اللغوي؟ إيه تعريفه؟ ببساطة كده، التأخر اللغوي هو نقص في المهارات اللغوية عند الأطفال فيما مقارنة بعمر الزمن. يعني مثلا الطفل عنده 3 سنين ولكن مهاراته اللغوية عنده عمر سنة. ببساطة إيه هي المهارات اللغوية؟ يعني التعرف على الأشياء، التعرف على وظائف الأشياء، تمييز الأشياء المحيطة حواليه في البيئة المحيطة، استخدامه للجمل، كل الحاجات دي طبعا هي دي المهارات اللغوية. احيانا الام بتحس ان الطفل اقل، يعني ابنها اقل في السن من اقرانه او اقل في اللغه من اقرانه اللي في سنه، فهنا يبقى فيه تاخر لغوي. يعني ده التعريف ببساطة يشمل استخدام المهارات اللغويه كامله، مش كاملة. مجرد كلمه او كلمتين هو ما بيعرفش يقولهم كاملة. او تاخر في كلام، لا، ده المهاره اللغويه، المهارات اللغويه كامله، بدايه من التعرف والانتباه والادراك للاشياء، استخدامه للجمل، استخدامه للغه التعبيريه، فهمه للغه الاستقباليه، كل حاجة. دكتور هبة، عايزين نعرف أسباب التأخر اللغوي. أسباب التأخر اللغوي كتيرة جدا طبعا. لو الطفل بيعاني من إعاقة معينة زي التوحد، زي الضعف السمعي، زي التأخر العقلي، زي مثلا إعاقة بصرية، عنده مشكلة مثلا لا قدر الله في المخ، نقص أكسجين أثناء الولادة من أطفال السي بي والإصابة الدماغية، ده لما يكون مثلا المشكلة عضوية فطبعا بتأثر تأثير مباشر على اللغة. وفي أسباب طبعا غير عضوية. اوقات كتير الام بتيجي تقول انا ابني كويس جدا، عملت له فحص للاذن تمام، عملت له فحص للبصر تمام، عملت له اشعه مقطعيه على المخ، ما فيش اي حاجه، بينفذ اوامر ولكن متاخر لغويا من بدون اي اسباب. ممكن يكون نقص في التفاعل الاجتماعي، ممكن يكون مثلا طفل الاول بالنسبه للام ما عندهاش خبره كافيه في التعامل مع الطفل. في اسباب كتيره جدا، في بعضها عضويه وفي بعضها غير عضويه. بنتجه للتخاطب بعد 3 سنين؟ لا طبعا، ما نستناش لـ3 سنين. تمام. يعني في معدل طبيعي للطفل المفروض الام تكون عارفاه. يعني انا بنصح كل ام طبعا ان هي لازم تقرا كتير علشان تبقى عارفه ايه المعدل الطبيعي لابنها، على اساس لما ابنها يختلف عن المعدل الطبيعي تبتدي ان هي تاخد بالها. يعني الطفل المفروض عند عمر سنتين ممكن ينطق جمله من كلمتين. طبعا في فروق فرديه كتيره ما بين الاطفال. يعني ممكن طفل عنده سنتين عنده حصيله لغويه كتيره جدا ولكن لسه ما كونش جمل، فممكن يكون جمل عند مثلا سنتين وثلاث شهور، ما فيش مشكله. العمر عند الطفل عند عمر 3 سنين المفروض يبدا في تكوين جمله من 3 كلمات، ويبقى عنده مفردات كتيره جدا تصل الى 2000 كلمه. يعني استقبالي وتعبيري، يتعرف على 2000 شيء او 2000 كلمه ويعبر بيهم كمان ويكون يعني جمل. يعني يعبر بيهم، يعني احنا عندنا في اللغه حاجه اسمها لغه تعبيريه ولغه استقباليه. يعني ان انا ابقى عارف الشيء حاجه واعبر عنه دي حاجه ثانيه. يعني مثلا الطفل بنقول له مثلا فين مثلا الموزه، يشاور عليها. اجي اساله اقول له ايه دي، مش عارفها، فبالتالي هو مش عارف يعبر. فلازم طبعا اللغه الاستقباليه تسبق اللغه التعبيريه. حتى احنا هو بنلاحظ عارف ان دي موزه، عارفها بالشكل، عارفها وبيشاور عليها وهات الموزه يجيب، هات كذا يجيب. دي اسمها التعبيريه، دي الاستقباليه، اللغه الاستقباليه اللي هو تعرفه على الشيء نفسه. والتعبيريه انه يقول دي موزه. التعبيريه ان هو يعبر. يعني حتى احنا بنلاقي اطفال كتيره جدا فاهمه الام وبتنفذ اوامر وعارفه كل حاجه ولكن لا يوجد تعبير. وهل دول مرضين مختلفين؟ يعني ازاي الاستقبال والتعبير دول حاجتين؟ لا، هم حاجتين مكملتين لبعض. لنوصل للنهايه ان الطفل يعبر لغويا. يعني الطفل في السنه الاولى بيبتدي ما بيتكلمش، او مثلا بيبدا مناغاه، خروج اصوات بسيطه، كلمات بسيطه من مقطعين مثلا، استخدامه للكلمات،
كلمات بسيطة جدا. ليه؟ لأن هو دلوقتي في مرحلة تخزين للمعلومات. وإلا كان الطفل اتولد مثلا وأول ما بقى قادر إن هو يحرك مثلا أعضاء النطق هيبدأ يتكلم. لا، بيقعد فترة طويلة جدا إن هو لازم يخزن الأول بعد كده يعبر. فما ينفعش يعبر على طول من غير ما يبقى جوه فاضي، يعني أو عنده المخ فاضي ما فيهوش أي حاجة. فلازم لما يجي لي حتى طفل تأخر لغوي ما بدأش إن أنا أطلع لغة تعبيرية على طول، لازم أقيس اللغة الاستقبالية الأول. فهم حاجتين مكملتين لبعض، لا غنى عن حاجه فيهم يعني. دكتوره، امتى تتاكد الام ان هي ابنها عنده مشكله؟ يعني امتى هي تتحرك وتتاكد من الموضوع؟ هقول لك امتى تتحرك. يعني مثلا يعني عندي طفل عنده 2.5 سنين. تمام. مثلا الام جت تقول لي هو عنده 2.5 سنين وما بيتكلمش، بيتكلم كلمات بسيطه خالص خالص وما فيش جمل. اجي انا افحص الطفل الاقي اعضاء النطق سليمه، ما عندوش اي مشكله. اجي مثلا اقيس اللغه الاستقبالية عنده لقاها جيده جدا وعارف مجموعه كلمات لا باس بها. الام ساعات تقول لي ساعات يقول جمله من كلمتين وساعات لا. في الحاله دي مش بنصح الام ان هي تتجه لجلسات تخاطب على طول وتبدا تتجه، لا، انا ممكن اديها فتره اقول لها ابن حضرتك ينقصه تفاعل اجتماعي، ينقصه تواجده مع اطفال. حضرتك لازم تتكلمي معاه كتير. نقف عند النقطه دي يا دكتور هبه، بتختلف من الابن الاول للتاني؟ طبعا. الطفل الاول بالذات بيبقى اكثر عرضه للتاخر اللغوي نتيجه اشياء كتيره جدا. يعني اولا هو طفل وحيد معهوش اطفال تانية في البيت، الام لسه خبرتها قليله بالنسبه للاطفال وكيفيه التعامل معاهم. الطفل التاني فرصته احسن في الكلام، دايما بتلاقي التاخر في اغلب الاوقات عند الطفل الاول. وفي نقطه كمان برضو احنا مش واخدين بالنا منها، احيانا بيكون كثره الابناء سبب من اسباب التاخر اللغوي، لان هو بيؤدي في الاخر للاهمال. يعني الطفل الاخير مثلا محدش مهتم بيه، او مثلا الام عندها 3-4 اطفال مشغوله كتير ما بتتكلمش مع الاولاد، هي بتراعي بس مثلا اكلهم تعليمهم، مفيش حوار ما بينهم. فاغلب الامهات تقول لك انا بتكلمش معاه بصراحه، هو اغلب الوقت قاعد قدام التلفزيون، بجيب له الاكل، عارفه امتى بيعوز ياكل، امتى مثلا عايز ينام، مش محتاج الطفل ان هو يتكلم. دي مشكله بقى. يعني زياده خبره الام ادت لان هي يعني اهملت للاسف نقص خبره الام. لا، وفي الاخر حضرتك بتقولي هي فهمته من غير ما هو يتكلم. فدي زياده خبره. انا فاهمه يعني ابني، نقص الخبره يؤدي مشكله، وزياده الخبره بقى زياده عن اللزوم. طبعا. واوقات تيجي تقول انا فاهمه ابني بس الناس مش فاهمين. فما حاولتش ان هي تقول لك انا فاهماه. طب ماشي. طب والبيئه المحيطه حواليه؟ طب والافراد اللي هو يتعامل معاهم؟ وهو عشان شايفها فاهماه مش محتاج يتكلم. مش محتاج يتكلم. المشكله المنتشره كتير بقى الموبايلات، التليفونات، والتلفزيون الكرتون والحاجات دي كلها. دي من يعني اكتر حالات التوحد بيبقى سببها ده. يعني بتساعد، هي مش سبب رئيسي، ولكن في اطفال بيبقوا يعني مولودين مؤهلين للتوحد. مؤهلين. فلما احنا بنهيئ لهم الظروف بنساعدهم. بنهيئ بقى الظروف للتوحد فبيظهر عندنا. ده احنا بنسميه توحد مكتسب. فطبعا احنا مش هنتطرق لموضوع التوحد بشكل تفصيلي، ولكن هو بيسمى توحد مكتسب. ليه؟ هو الطفل ما عندوش توحد يعني، ولكن هو اكتسب، احنا هيئنا له الظروف فبدا يظهر عنده للأسف اعراض التوحد وسمات التوحد وطيف التوحد. فالطفل بدا يتوحد مع ذاته، خلاص ما حدش بيتكلم معاه، هو والتلفزيون وخلاص على كده، مش محتاج الناس في حاجه. وبرده التدليل الزائد خطر جدا. التدليل الزائد بمعنى ايه؟ زي ما دكتوره منى قالت كده دلوقتي، ان الطفل مثلا بيبقى الام عارفه هو عايز ايه، زن على الحاجه بتديها له، شاور على الميه بياخدها، ماشيين في الشارع مثلا ما بتهتمش الام ان هي تقول له مثلا بص دي عربيه بتمشي في الشارع، بص دي طياره. من الاخر عايزه تريح دماغها. عايزه تريح دماغها او خوف زائد على ابنها. في امهات كتير من كتر خوفها الزائد على الطفل برضو بتضر، قافل عليه باستمرار، ما بيخرجش في اماكن مثلا وسط ناس، ما بتخرجوش اماكن مفتوحه، بتعرفه على البيئه المحيطه من حواليه، ما بتقول لك انا خايفه عليه، ما بيحتكش بحد. برضو دكتور هبه، هل اللدغه في حروف معينه دي من احد انواع التاخر اللغوي ولا دي مشكله اخرى؟ دي مشكله اخرى. عشان في فرق موجوده برضو في اطفال كتير. طبعا. حرف السين، الراء، القاف. في فرق كبير جدا ما بين تاخر نمو الاصوات وما بين اللدغه وما بين التاخر اللغوي. يعني في ثلاث مفاهيم عندنا. التاخر اللغوي هو البناء الاساسي اللي انا ببني عليه كل حاجه. او يعني اللغه عندي هي البناء الاساسي اللي انا ببني عليه كل حاجه. لازم يكون عندي قاعده قويه، طفل عنده لغه استقباليه ولغه تعبيريه قويه عنده. دي يعني الام ساعات تيجي تقول لي الولد بيكون جمل وبيتكلم كويس جدا بس الكلام مش مفهوم. يبقى هو في الحاله دي هو عنده لغه جيده جدا
ولكن عنده مشكلة في نطق الأصوات. نطق الأصوات ده مرتبط ارتباط مباشر بأعضاء النطق نفسها. أحيانا الطفل بيكون عنده مشكلة في الأسنان مأثرة على نطق بعض الأصوات، أحيانا بيكون عنده مشكلة في اللسان، عنده رابط لسان، أحيانا يؤثر على نطق حرف الراء واللام، أحيانا بيكون عنده الفك ضعيف مش قادر يستخدم أعضاء النطق عنده بشكل سليم. ففي فرق كبير. واللدغة المفروض برضو هي حرفين مش أكتر من كده، أو بمعنى أصح صوتين. صوتين يعني مش حرفين. صوتين، ما احنا عندنا في التخاطب الحرف اللي هو زي ما بنقول كده سين ده اسمه حرف، تمام، باء ده اسمه حرف، الصوت اللي هو ب حرف السين صوته س. ففي فرق ما بين خروج الصوت وخروج الحرف. الحرف ده كلمة على بعضها. يعني كلمة مكونة مثلا من ثلاث حروف أو ثلاث أصوات، زي ما أنا بقول مثلا حرف الألف ده أربع حروف، لكن صوت الألف هو أ. يعني الحرف ممكن أو الصوت ممكن يكون فيه كذا حرف، السين تيجي مع الصاد مع في إحنا عندنا حاجة اسمها عائلات الأصوات. عائلات الأصوات دي زي أصوات. مثلا عائلة السين. عائلة السين فيها حرف السين، حرف الزال، حرف الظ، حرف الزين، حرف الصاد. فالطفل لما يكون عنده المشكله دي كلها هم في الاخر حرف واحد او صوت واحد. اول ما هبتدي اعدل صوت السين خلاص بقيه الاصوات كلها هتتظبط. زي عائله حرف الكاف تاخد معاها حرف القاف وحرف الجيم وحرف الجيم طبعا. فمجرد ما انا عدلت حرف الكاف خلاص الجيم والقاف هيتظبطوا. ومسموح يكون في صوتين، يعني اللدغه مقبوله في تشخيصي للطفل لو عنده صوتين فقط يبقى دي لدغه. لو تعدت الصوتين بقى لا عنده كتير، عنده في السين وعنده في الكاف وعنده في الراء، لا احنا كده تعدينا بقى الصوتين. ده بنسميه حاجه اسمها تاخر نمو صوتي. يعني عنده مشكله في نمو الاصوات. لان كل صوت له عمر. يعني مثلا حرف الراء عنده عمر 5 سنين، حرف الكاف عنده عمر 4 سنين. يعني ساعات الام تقول لك ما هو لسه صغير، مثلا بقى عنده مثلا 4 سنين ما بيقولش حرف العين، حرف الغين، حرف الباء، الاصوات البسيطه دي كلها، لا مفيش حاجه اسمها هو لسه صغير. المفروض مثلا 3 سنين 4 سنين جميع الاصوات اكتملت وكلام الطفل واضح جدا وجملته سليمه جدا. فاتمنى اكون جاوبت على السؤال بتاع امتى الام تقلق. طيب دكتور هبه نستاذنك نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع دكتور هبه الهنداوي. منورانا يا دكتور. منورك، شكرا لحضرتك. احنا شفنا حضرتك فيديو بالمركز وبالعناوين وكده، علشان طبعا اولياء الامور اللي قاعدين في البيت ونفسهم يوصلوا لدكتور هبه هيوصلوا عن طريق التليفون وعن طريق العنوان. تمام. منورانا يا دكتور. منورك. منورك يا دكتور منى. العلاج يا دكتوره هبه، احنا كنا شايفين في الفيديو بعض الاطفال بتعمل لهم حاجات كده زي الالعاب، يعني ده علاج ولا العاب ولا ايه؟ ما هو لازم طبعا نحط في الاعتبار ان انا اولا واخيرا انا بتعامل مع طفل. استحاله هو الطفل اصلا مجرد ما بيخش المكان بيبقى قلقان. يعني اغلب الاطفال بتبقى يعني قلقانه من الدكاتره ومن العيادات ومن الحقن اللي خدوها مثلا لاي سبب من الاسباب. فلازم الطفل يخش يلاقي المكان مبهج ويلاقي الحاجات اللي انا بشتغل معاها دي العاب بسيطه جدا وقريبه ليه وتفرحه والوانها جميله. فلازم طبعا العلاج كله مع الطفل او خطه التاهيل كلها مرتبطه بالالعاب. يعني احنا كل شغلنا العاب مع الطفل. يعني لازم يقعد كاننا بنلعب، بيلعب مش بيتعالج. لازم. انا شايف حاجات كده لطيفه قوي قدام حضرتك. ما هو طبعا الحاجات حسيتها العاب اطفال في الاول. هي العاب اطفال فعلا مش وسائل علاج. طبعا. طب ما قولي لنا كده، يعني هقول لحضرتك حالا. طبعا اطفال كتير من اللي بيعانوا من التاخر اللغوي عندهم ضعف في اعضاء النطق. أعضاء النطق اللي هي اللسان، الشفاه، الفكين، الأسنان. عندهم ضعف شديد، عندهم خمول أو كسل. أو ما بيحركوش بقهم بالوقت يعني بالشكل الكافي أن يقدر يخرج الصوت. فطبعا إحنا عايزين نساعدهم طبعا أن هم يعرفوا ينفخوا ويعرفوا يلعبوا. زي مثلا هستخدم مثلا للنفخ حاجة زي كده. طبعا كل الأطفال عارفينها طبعا، بتاعت البابلز. البابلز، أن أنا ساعد أن هو ينفخ ويطلع اكبر كميه هواء، لان طبعا الكلام مرتبط بعمليه الزفير بخروج الهواء او عمليه التنفس بشكل منتظم. فلو الطفل عنده مشكله في التنفس مش هيقدر طبعا ان هو يطلع الكلام بشكل سليم. فنساعده طبعا ببالونات زي دي ان هو طبعا ينفخ فيها ويبقى مبسوط. برضه عايزه اعلم الطفل ان هو ينفخ. في اطفال كتيره والامهات هتتفاجئ بحاجه زي كده. لو قالت للطفل مثلا تعالى انفخ ممكن ما يعرفش ينفخ،
ممكن نحط ميه كده في كوبايه وكاننا بنلعب. وانا برضو نموذج للطفل، يعني مامته تلعب معاه، ولو في اخوات ليه برضو يلا كلنا هنلعب، يلا مين هينفخ اكبر، يلا نعمل بالونات منشجعه. كتير هنا ونشجعه طبعا بالحاجات البسيطه دي. طبعا في امهات تقولي انا الولد ما بيبصليش، انا بشتغل في حته هو بيبص في حته تانية خالص. طبعا ما هو لازم نعمل حاجات جاذبه للطفل بقى، ممكن نلبس مثلا نظاره زي دي. انا بتساءل ايه دي من ساعه ما قعدت. طبعا دي ممكن، دي مهمه جدا يعني، دي الام اللي بتلبسها مش الطفل. لا، الام اللي بتلبسها علشان يعني تساعد الطفل ان هو يبقى فيه تواصل بصري، لان طبعا انا لو انا شغاله وطفل مش باصص لي هو مش هيستفيد. لازم الطفل يبص لي. ممكن نظاره زي كده مثلا، او الماسكات اللي بتتلبس طبعا الحلوه الجميله لشخصيات مميزه، لازم الطفل يديني نظره عين كويس. ممكن استخدم ستيكر زي ده احطه هنا على عيني برضو، ابقى لافته نظر الطفل ان هو باصص لي باستمرار. وفي الوان زي دي برضو ممكن ارسمها عليا وارسمها عنده، عشان يبقى باصص لي دايما طول الوقت، واخد باله من مخارج الاصوات، ازاي انا بتكلم وازاي انا بعمل تدريبات. طبعا تدريبات اللسان مهمه جدا جدا. انا بساعد الطفل ان هو يحرك لسانه. في اطفال كتيرة عندها ضعف في عضله اللسان، وخاصه الاطفال اللي عندهم لدغه في اصوات مرتبط مخرج صوتها باللسان، زي السين، زي الراء، زي اللام، زي الكاف، كل دي محتاجه تحكم في عضله اللسان. ازاي بقى انا ممكن اطلب من الطفل اقول له يلا نلعب مع بعض، اعمل كده لسانك هنا ونضغط، يلا طب الناحيه الثانيه، يلا ونضغط، طب يلا تيجي نلعب مع بعض لعبه، طب يلا افتح بوقي، يلا ها اعمل لسانك كده، لسانك فوق. واساعده في حاجه زي كده. اعتقد حضرتك في صور، لازم اساعده في صور، نوضح الصور، توضح لنا الصور اللي فيها تدريبات اللسان. دي يا دكتوره هبه اللي هي رابطه اللسان، الصور يعني على الشاشه. ده الصوره دي خاصه برابط اللسان. ده احد اسباب التاخر اللغوي. اللسان متعلق. لا، ما هو دي بقى من الفهم الخاطئ. ده مفهوم خاطئ. هو مش احد اسباب تاخر لغوي، هو بيعمل مشكله في نطق حرف الراء واللام فقط. لان زي ما احنا شايفين في شنكل او اللسان متعلق. يعني دي مش مخيف. دي لا، لما الام تلاقي كده ما تقولش مثلا انا ابني ما بيتكلمش عنده رابط لسان. لا طبعا، هو يتكلم كويس جدا. ومش في كل الحالات بنحتاج ان احنا نعمله الاسنان. ده تشوه للاسنان، فاحنا عايزين نبقى نوضح ان طبعا اللسان خارج بره. يعني الاصوات او الحروف او كلام الطفل هيطلع مش مظبوط، مش واضح. زي مثلا حرف السين، ده حرف الصاد، ده برضه رابط لسان. في صور تاني لطرق العلاج. ايوه، ده بقى تدريبات للسان. دي تدريبات بقى. احنا طبعا ده احنا بنلعب مع الطفل، بنطلب منه مثلا نحط حاجه هو يكون بيحبها، إيه مثلا شوكولاته صغيره او حبايه حلويات كده طريه ممكن ياكلها في الاخر. ويحرك اللسان، يستخدم برضه حاجه زي كده يتحكم فيها ويرفع لسانه. كل دي طرق علاج بقى لل كل دي هي مش طرق علاج او طرق تاهيل التاخر اللغوي بس، ده جانب واحد من طرق التاهيل. جانب من الطرق، جانب واحد، ان انا عايزه اقوي يعني اعضاء النطق عند الطفل. هي حتى تمارين شايفها بسيطه جدا، مش بسيطة محتاجه جدا، بس يعني ممكن تعمل في البيت، بس تنفيذها طبعا. ده كل دي انا لازم جايبه الحاجات دي طبعا. لا، ومش كل الاطفال بيقدروا ان هم يقلدوا يعني. انا ممكن اقول للطفل اعمل كده، مش عارف يعني اعمل كده، حرك لساني كده، مش عارف، انا لازم اساعده. دي ضروره الحاجات اللي بقى. انا ممكن امسك خافض زي ده او البس جلافز في ايدي كده وابدا اساعد الطفل يحرك لسانك. مصاصه زي دي واحطها يمين واحطها شمال، يلا نلمس المصاصه. وبعد ما نخلص شغل الطفل ياخدها مكافاه في الاخر او معزز. ونختار اي حاجه الطفل بيحبها زي الشوكليت مثلا او زي العسل الابيض موجود على الشاشه. ايوه، ونحطها على الخافض ده ونطلب من الطفل يلا هاتها بلسانك. ويجيبها بلسانه. يحرك لسانه على قد ما يقدر، ده في حين ان في ضعف في اعضاء النطق. تمام. في طبعا جانب اخر من العلاج والتاهيل، وهو الام بقى لها دور اساسي. انا طفلي متاخر في الكلام، دور حضرتك ايه في البيت؟ لازم ان تتكلمي معاه كتير جدا في البيت، ولكن كلامك يكون هادف ومحدد. يعني دلوقتي يلا احنا داخلين الحمام هنغسل ايدينا، يلا نجيب ايه؟ نجيب الصابونه. اعمل بها ايه؟ يلا اغسل ايدي وابدا اتكلم معاه. نجيب قصص وصور ملونه جميله واقعد احكي انا وهو واساله الولد ده بيعمل ايه، طب ماسك ايه، ابدا اعمل حوار، اخلي فيه تفاعل اجتماعي كده بينه وبين البيئه المحيطه حواليه، بينه وبيننا في البيت، بدل ما هو قاعد على طول قدام التلفزيون. لا، اجيب حاجات مفيده ونقعد نلعب مع بعض، هو بيلعب وبيستفيد في نفس الوقت. فطرق التاهيل كتيره جدا. امتى بقى الام تلجا لجلسات تخاطب؟ لما تلاقي الطفل يعني قرب على 3 سنين ومفيش تكوين جمل ومفيش كلمات مفرده ومفيش تنفيذ اوامر، الطفل صامت في البيت ما بيعملش اي حاجه. فلازم تدخل. ده بيزود المشكله كمان. طبعا كل ما اتاخرنا المشكله بتزيد. فعشان كده انا بطلب من الام ان هي لازم تلاحظ ابنها باستمرار وتتكلم معاه على طول وتبقى مركزه معاه.
سامعني كويس ولا لا، بيشتكي من الاذن ولا لا، ما بيتفاعلش مع زمايله ليه، مع اصحابه ليه. قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا يا دكتور، برضو عايزين نفهم الناس في البيت، الامهات للاسف هما ما بيعملوش اللي حضرتك بتقول عليه، وفي الاخر بيقولوا الاخصائيه ما قامتش بشغلها كويس. ما هو لازم برضو انا عايزه اكد على نقطه دي، مفاهيم برضو. جلسات التخاطب مش بيحصل ايه المفاهيم الخاطئه في القصه دي؟ يعني دور الام اساسي اساسي، حتى لو في جلسات تخاطب برضو دور الام اساسي في البيت، دور الام في كل حاجه. وطبعا في مفاهيم خاطئه جدا احنا هنحاول ننجزها كده، زي مثلا احنا قلنا من شويه ان رابط اللسان لا يؤخر اللغه، لا يؤخر اللغة. رابط اللسان ممكن ياثر في بعض الاحيان، لان احيانا بيكون رابط اللسان بسيط جدا ومش متعلق قوي زي الحالات اللي احنا شفناها في الصور. بيأخر حرفي الراء واللام، ولكن لا يؤخر اللغه. يعني امتى اعمله؟ على فكره لما اصلا انا جراح لما الاقيه متعلق بالشكل ده رابط لسان اعمله امتى وسيله؟ يعني لما يكون رابط اللسان ماسك من قاع الفم لطرف اللسان. احيانا بيكون من قاع الفم لمنتصف اللسان من تحت. ايوه ده مش هيأخر. لكن لو اللسان متعلق زي الحالات زي اللي احنا شفناها دي اللي احنا شفناها، لا طبعا الطفل هيرفع لسانه ازاي في حرف اللام وحرف الراء؟ اللسان لازم يترفع لفوق عشان الطفل ينطق كويس. في اطفال كتير على فكره عندها رابط لسان ولكن بتنطق الحروف دي كويس. فمن بعض الحالات. ايه تاني من مفاهيم؟ ايه تاني من مفاهيم الخطأ؟ طبعا في ناس كتير دلوقتي طبعا يعني بيقولوا ان في ادويه ممكن تخلي الطفل يتكلم. مفيش دواء نهائي نهائي على وجه الارض ممكن يخلي ابني يتكلم. في ادويه كتيره لتنشيط خلايا المخ وان الطفل يبقى منتبه بشكل كويس وبشكل جيد، ولكن دواء يخلي الطفل يتكلم لا استحاله، محدش يضحك على اي ام بالموضوع ده. في نقطه هامه جدا، التلفزيون لا ينمي اللغه استحاله. انا عشان انمي اللغه عند الطفل لازم يكون في مستقبل ومرسل. لما قعد الطفل قدام التلفزيون فهو مستقبل فقط، بيستقبل بس، طب هيرسل ازاي؟ هيتكلم مع مين؟ التلفزيون يؤخر اللغه. لو طبعا الطفل او الالعاب الالكترونيه زادت عن الحد. بنشكرك يعني يا دكتور هبة، وعايزه اقول لك ان الحلقه عدت بسرعه مع حضرتك. انا بشكرك جدا والله، والموضوع ده محتاج حلقه مش حلقه واحده. ان شاء الله ونشوفك على خير تاني باذن الله. باذن الله. نورت البرنامج. ده نورك. شكرا لحضرتك. شكرا. انا سعيده ان انا معاكم وان شاء الله اللقاء يتكرر. شكرا دكتور محمود. شكرا نشوفكم على خير الحلقه الجايه في برنامجكم انا والطبيب. الى اللقاء.